لكن طلعوا 75 طلعوا 75 مين؟ نعم 75 يا عمي. لا وين؟ لخالدية. لخالدية بالله عليك اسمع اسمع مع خيمتين وروح 100 دينار. ها؟ 100 دينار بدأت الأزمة السورية وتبعات وصول اللاجئين بتاريخ 2011. في بداية الأزمة كان يتم استقبال اللاجئين السوريين بقرى ومحافظات ومدن الأردن. استمرينا باستقبال اللاجئين لغاية شهر 8/2011. في هذه الأثناء العدد وصل إلى ما يتجاوز 100,000 سوري. ارتأت الحكومة الأردنية على أنه آن الأوان قدرتنا الاستيعابية فاقت الحدود ولا نستطيع أن نتحمل أعداد اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى وجود طلب من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بافتتاح مخيم لإيواء اللاجئين السوريين في المخيم. وصلنا مخيم زعتر، احد الناس وصلت الساعه 2 بالليل. في اوراق لازم طبعا نسجلها بالمفوضيه بقلب المخيم، ما خلصناها للساعه 5 الصبح. ثاني يوم بيسلمونا خيمه، كل شخص كل عيله خيمه وعلى عدد افراد اسرته، مونه وفرشات واحرامات. في موقع الاستقبال بتاع المفاوضات الـ UNHCR اللاجئ السوري بيقضي أول 24 ساعة في الموقع ده، وهناك بيتم تسجيله، بيسجل تفاصيله وتفاصيل عيلته وبيستلم البطاقة بتاعه. البطاقة دي هي يعني البطاقة بيستعملها في بقية وقته في المخيم عشان يستلم المساعدات، كل المساعدات، المساعدات من برنامج الأغذية العالمي ومن المنظمات الأخرى.
وفي في موقع الاستقبال برنامج أغذية عالمي بتوزع على كل لاجئ سوري وجبة جاهزة. بلينا من مخيم الزعترة ما يقارب الأربعة أشهر، أربعة أشهر ونص، وعشنا أي شيء بالزعترة. يعني إحنا عشت مخيم لا مي لا عيشة مثل الناس، لا حمامات، لا ولا في أي خدمة شيء بالمخيم. قعدت أنا بما يعادل ثلاث أشهر تقريبا، ثلاثة وشوي، لحتى وصلت معنا مرحلة إنه ما عاد نحسن. إجت الصيف، مي ما في، خدمات ما في، ما في أي نوع من أنواع العناية. يعني حتى حصلت حادثة وأنا بالمخيم، ابن عم إلي احترقت الخيمة تبعه واستشهد هو ومرته وبنته بخيمة واحدة، وأنا يعني كنت أنا بالمستشفى بمخيم الزعتري. شلون أنا بدي أأمن على حالي أنا بمخيم الزعتري إذا رجل ساخ سليم ما في شيء ولعت فيه الخيمة وما قدر ينقذ حاله، أو ما في مين ينقذه، لا دفاع مدني، لا أطفاء، لا أمن، لا كذا، مات هو ومرته وبنته. شلون أنا كجريح إذا صار معي شيء هناك بدي أأمن على حالي؟ صارت الناس تجي للزعتري يعني لا الطبيعة لا المناخ لا يعني ولا في أي شيء من مقومات الحياة بالزعتري. فاللي وصل لهناك يا أما يرجعون يقذفوني ودوني على سوريا، يا أما يعني كفلوني لقولنا طريقة يعني موت. مخيم الزعتري تحديدا يفتقد لأساسيات هامة بالحياة. أولا موقعه الجغرافي وطبيعته المناخية قاسية جدا، وبالتالي لا تتوفر فيه ظروف لائقة للحياة داخل المخيم. حر بالصيف وغبار وتراب، نقص بالماء، وبالشتاء برد شديد. وبشهر 3 السنة الماضية صار في عاصفة ثلجية كانت كتير سيئة على المستوى الإنساني، وفي 4 أطفال ماتوا من البرد داخل المخيم بفترة البرد الشديد. مخيم الزعتري موقعه يعني أنا مفهوم اللي بيحكوا إنه بوسط الصحراء وما شابه، يبعد فقط 12 كيلو عن الحدود السورية الأردنية، ويبعد عن أقرب مدينة أقل من كيلو. فالظروف المناخية والظروف المشابهة. إحنا من يوم دخلنا نحن ما بنعرف هون شو ترتيب الأردن شو وضع المخيم، ما بنعرف. جانا ناس سماسرة إنه بيحس تطلعوا لبرا على الأردن، تطلعوا من داخل مخيم الزعتري. نعم قلت قال لا 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 عمي بالله عليك تطلعوا الأمر وين وين؟ ايوه بصير يفاوض وبصير تفاوض لغاية يعني في يعني حد ما عاد ينزل. اول شيء بطلب منه على كل شخص مثلا 150 او 200 دينار، بصير ينزل لحد 50. بعدين ما مشي الحال بيجي واحد ثاني بصير يقول له انا بطلعكم مثلا ب40 ب30 ب20. بعدين اذا العدد كبير بطلعكم العيله كلياتها مثلا 150 200. بيجي هاللاجئ تطلع بيطالعوا تحرير، بياخذوا مبلغ 150 دينار 200 دينار وبيطالعون على الشريط الحدودي تبع المخيم. ومن بين الدرك طبعا كمان من بين الدرك. فاتفقت أنا وياهم على 120 دينار. قد يكون لك دركي إلى غير ذلك، قد يكون موظف من موظفي الدولة قبض أو ارتشى مشان حالة حالتين، لكن هذا الحكي لا يشكل ظاهرة، ونحن نتابع ذلك الموضوع بدقة وعناية. ولذلك تم تنويع الأشخاص العاملين على الأبواب. مثلا التسعيرة عندك بتبلشي تطلع معزز مكرم من الباب الرئيسي، أول شيء بسألك هاي سعرها غالي، حصلناها لحد 50 دينار للشخص الواحد. تطلع بسيارة بس مو من الباب النظامي هيك من السور أو من الشريط، هاي 30 دينار. تطلع مشي من بين الزيتون بسموها منطقة بين المزارع يعني بعشر دنانير على الشخص. كل هذا مستحيل يكون غايب عن الأجهزة الأمنية. والأعداد لما بحكي لك مو صدفة مرة ومرتين وثلاث، يعني يوميا يعني أدنى يوم إذا بدخل 1000 بخرج منه 300. ثلث الناس اللي عم تدخل الزعتري بطلع ثلثة.
يعني انت لما تحكي عن الان في عندنا حوالي ما يقارب ال 556 الف لاجئ اليوم على الارض الاردنيه. هذا العدد يعني الا يشكل خطوره على الامن الاردني او تهديد الامن الاردني بشكل ادق؟ اصل الازمه السوريه ووجود اللاجئين على الارض الاردنيه هو يشكل تهديد للامن الاردني. بحكي لي والله مو كلها الي، يعني رزقه مقسمه، بدي اعطي للعسكري اللي على الباب، وبدي اعطي لفلان، وبدي اعطي لفلان، وبدي ادفع حق ما سولر، وبدي لاجار السياره، فرزقه موزعه مثل ما تقول. المجتمع البشري فيه الخطاء وغير الخطاء والماشي بالطريق الصحيح، لكن اذا وجدت بعض الحالات البسيطه هذا لا يشكل ظاهره. وبالتالي احنا بنحكي في عندك حوالي 15 ل 20 ألف لاجئ هربوا من المخيم الزعتري. ممكن يكون الرقم صحيح ودقيق، لأنه مثل ما قلت لك يعني ما في جهة تستطيع إحصاء الهاربين خارج المخيم، لأنه مش ممكن واحد يعني هارب من المخيم يجي يسجل اسمه يقول والله أنا هارب من المخيم، بس الرقم منطقي، ما أعتقد ما عليه غبار. وللأسف كثير ناس تأثرت وغلب عليها الطمع من اخوتنا بالجهاز الامني، وتعاملوا مع هالشيء زي ما هو. يعني طلع ولد عمي عيل عيلة 9 امبار، والله العظيم 9 امبار عم يعيلوا الولد، يعني طلع تهريبه، طلع مونه، طلع خيمه هربه، شو طلع مخدرات هو؟ هاكين بصراحه يعني طلع مخدرات، طلع سلاح، كلهم دينار او دينارين عم يهرب فيهم، يعني ما عم يهرب شيء يعني برات الطريق او قانوني. شو يعني العالم عم تهرب خيام، عم تهرب سلاح لهون، عم تهرب كرفانات لبرا، ما حدا ليش عم يحكي مع التجار الكبار؟ انا بالنسبه لنا للهيئه الخيريه للدول الهاشميه بنقوم بواجبنا بتوزيع التبرعات، واسمها تبرعات، ما بنبيعها، ما بنعمل فيها اي شيء، بنسلمها. هلا صاحب التبرع ايش بيساوي فيها؟ اذا كان بحاجتها هو أولى فيها إله ولولاده، إذا كان خارج حاجتها هو أولى أنه يعطيها وليس يبيعها، لكن إذا باعها قد يكون مضطر وقد لا يكون مضطر. يعني ما بدنا نحكم على الأشخاص بتصرفات شخصية. اللاجئ السوري حر في تصرفه بالمواد الغذائية اللي هو بيستلمها، بس غير قانوني إن المواد دي تتباع في السوق الأردني. صرنا نشتري كل خيمة ب50. لغاية قبل أسبوعين كان تم ضبط 6000 خيمة، كان هناك محاولات تهريبها، وتم ضبط أكثر من 600 شخص كان بيحاولوا تهريبهم. مواد غذائية تجاوزت 7 طن مواد غذائية، وكل ذلك تم إعادة، طبعا المواد والخيم تم إعادتها إلى المنظمات الدولية بكتب رسمية. اضطريت اني بدي اطلع تهريب من المخيم، طلع التهريب بتكلف مصاري، انا اضطريت بيع خيمتي وبيع الفرشات وبيع الاغراض اللي مستلمينها بالمخيم. انا كنت امل انه اي شخص يتم ضبطه يكون في هناك شيء رادع له، لكن كنا نعيده الى المخيم ويرد يكرر مره ثانيه، ورد نعيده للمخيم ويرد، فاكيد شيء مره من المرات اللي تزبط معه. وضع كلاجئ سوري هارب من المخيم سيء جدا جدا جدا، لكن شو الحل؟ أعطونا حل من عندكم. وين الكفالة النظامية؟ مين اللي بطلع الكفالة النظامية؟ شو آليته؟ لا نعلم، نعرف بس الطريقة غلط. التكفيل يعني سأكون صريح معك، في بداياته وقبل إنشاء الإدارة كان هنالك نوع من العبثية، وللأسف أنه كان يعني طالنا يعني حكي بنوع من الفساد حول هذا الموضوع، سواء كمواطن أو كرسميين. الكفالة هاي مزبوطة، مزبوط الرقم اللي هون، مزبوط اسم الكفيل الأردني، رقمه الوطني صحيح، فلما بيستلموها بيعطوها لأي مركز أمني.
بدق اسم الكفيل او رقمه الوطني بيطلع معه انه فعلا مكفل اشخاص، بس مو هذول الاشخاص. يعني الكفاله الحقيقيه الاسماء محمد وحسين وين هون عليا وديما فهذا الموضوع انه بس يدقوا الكفاله عنده مكفلين، بس مين مكفلين اللي معه؟ موضوع التكفيل كمان في مشكلة مادية تقف عائق بوجه التكفيل، لأنه في رسوم تندفع على موضوع التكفيل على الشخص، في مبلغ على كل شخص بالأسرة بيندفع. عادة اللي موجودين داخل المخيم ما معهم هاي المصاري اللي يدفعوا التكفيل، واللي بيجي بيكفلهم ما بيدفعون عنه لأنه غالبا شخص ما بيعرفون. وليش لا أدفع أنا 75 دينار ورسومها 18 دينار؟ 18 دينار مين اللي بدي أخذ 50 دينار زيادة أو 54 دينار زيادة؟ مين وليش؟ وين الحكومات من هيك سماسرة؟ الإدارة اضطرت وضع تعليمات خاصة ومشددة للتكفيل، وتم تقليص أعداد المكفلين، تم التشديد على من هو الكفيل لنضمن عدم المتاجرة، لأنه هذول لجؤوا لنا كما ذكرت يعني بحثا عن الأمان، لا يجوز أن نضعهم يعني موضع المتاجرة. رجعت لهون على الأردن بطريقة غير نظامية لأنه كنت متصاب. الشباب في سوريا حطوني إسعاف بسيارة الجيش الحر على الشيك الأردني، بالأردن استقبلوني الجيش الأردني اللي هم حرس الحدود، حطوني بسيارة إسعاف أردني وجابوني على مشفى الرمثة. مشفى الرمثة أحالتني على مستشفى ظليل وأجروا لي العملية مستشفى ظليل. قعدت مستشفى ظليل حوالي 20 يوم. الدكتور بدي خرجني من المشفى بدي كفالة، ما في كفالات. حاولت بكل الطرق أني أحصل على كفالة، ما في كفالات. حتى قدمنا تقرير طبي وقدمنا ما بعرف شو كذا والى اخره، قالوا ما في كفالات. تدفع 75 دينار تاخذ كفاله، ما تدفع 75 دينار ما في كفاله. فكره المسكن بدات بسبب الحاجه الملحه وبسبب العدد الكبير لوجود الجرحى اللي عم بيدخلوا المملكه. اغلب الجرحى تخدم فعليا بالمشافي وبتم انقاذ حياتهم، ولكن بعد انقاذ حياتهم هي المعاناه لكل جريح عندنا. اولا لعدم وجود كفاله، الجرحى يدخلوا إلى المشافي والنقاط الحدودية ويحولوا إلى المشافي بشكل عام، إن كانت الحكومية ولا الخاصة، ولكن ينسوا بعد خروجهم من المشافي إما بإحالتهم إلى الزعتري أو بوجود بعض الشقق إذا أحدهم قدر يأمن كفالة ليه ويسكن عند أهله. اللي بطلع نظامي وللأسف ما فيش شيء اسمه نظامي، بطلع أول شغلة معزز بكرم براسه ما حامل أغراضه من الباب، ما حدا بيحكي له وين رايح، مش مضطر يقع بين أدين سمسار أو سفاح لحتى يأخذوا على الصحراء ويسحب عليه سكينة ويحكي له أعطيني اللي معك، مش مضطر أنه بالطريق يترجى سيارة دوريات خارجية أو يدفع لهم رشوة، مش مضطر أنه هون يصير يدور على آلية مشان يقدم على المفوضية أو يقدم يسجل أولاده بمدرسة أو مقابل أنه يطلع الهوية الأمنية، فكل الأمور بتفرق معه. الآن الكفالة تحت السيطرة، وإن شاء الله أنه ما يكون فيها يعني عيوب، لكن يعني هذا مجتمع بشري قد تظهر خلل، يظهر خلل بين حين والآخر هنا أو هناك ولا بد من معالجته، لكن الحمد لله يعني وضع الكفالات الآن بعتقد أنه تحت السيطرة. في أعداد هائلة من السوريين، تقريبا 800 ألف سوري صار في داخل الأردن، 140 ألف منهم داخل المخيم والبقية خارج المخيم. هدول الناس معظمهم ما عندهم مورد للدخل، وبالتالي هن يعيشون على المساعدة وبحاجة تأمين فرص عمل، وإلا فهن بيعوز دائم وحيصيروا شريحة مستهلكة فقط، وهذا حيعمل عبء على المجتمع الأردني وحيعمل عبء عليهم وحيعمل عبء على الحالة العامة بالنسبة للمسألة السورية ككل.